أبدأ معك هذا الحوار بسؤال حول رؤية منظمة الأعراف لتقليل نسب البطالة في تونس ومساعدة الشاب التونسي على الاستثمار في بلده بدل اختيار ربما وجهات أخرى غير معلومة النتائج. شوف، أي مستثمر خاص، يعني تكون شركة صغيرة ولا شركة كبيرة، يستحق ثلاثة حاجات. أولا الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي، والاستقرار الاجتماعي. احنا في تونس الحمد لله في مستوى الاستقرار الأمني في تحسن كبير. الاستقرار السياسي موجود لكن مش بالصفة اللي نحبوا عليها، وإن شاء الله نتمناه تكون عندنا حكومة لمدة سنوات، معنا على الأقل مهنة 2019 تكون حكومة يعني عندها أولوية العمل الاقتصادي. تغيير الحكومات يأثر بصفة معناها كبيرة على المستثمر. الاستقرار الاجتماعي كيف يعني يكون عامل أساسي لأن يكون في الاستثمار. لو تتوفر ثلاثة عوامل هذيك، ممكن نفكر بجدية كيف يمكن أن نستثمر ونحقق التشغيل، خاصة أصحاب الناس اللي عندهم شهائد عليا ومعطلين العمل. لازم تكون عندهم هما الجرأة للاستثمار ولتكوين مؤسسات، لأنه جرأة هي حاجة ضرورية ليكون إنسان مسؤول. ثاني حاجة لازم تكون كيف تسهيل وتسهيل معناها الإجراءات وتقليص من البيروقراطية، مش توفر معناها عوامل أكثر تشجع الاستثمار، وكذلك انفتاح السوق متاعنا على السوق الخارجية وتفكير كيف يمكننا أن نصدر خارج الحدود التونسية. تقولون أن هناك آلاف مواطن الشغل المتوفرة للاستثمار فيها في تونس، لكن الشاب التونسي لا يستطيع أن يستغل هذه المواطن في الشغل. أين يكمن الخلل؟ هو يعني هالخلل هذا يعني يقلقنا بصفة خاصة، لأنه من ناحية الناس طالبة يعني شغل، ومن ناحية ثانية مؤسسات تعرض عمل. الإشكالية الأولى هو التعليم بتاعنا والتكوين، يجب أن تكون مراجعة جذرية من الابتداء إلى الجامعة مرورا بالتكوين المهني، لأن يمكن التعليم بتاعنا صلح في فترة معينة من تاريخ تونس، أعطى حاجات اللي هي خلتنا باش نكونوا مؤسسات وخلتنا نكونوا معناها إطار عام. لكن اليوم في ظل التطورات العالمية، في ظل معناها اليوم نقاو التكنولوجيا يعني موجودة بصفة كبيرة في كل بلدان العالم، أصبح من الضروري مراجعة التعليم ومنظومة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتكوين المهني، وأن يكون التعليم كيف مباشر معناها يستجيب لطلبات ورغبات السوق المحلية والسوق الخارجية. وهذاك علاش احنا طلبنا أن يكون الاتحاد التونسي صناعة وتجارة صناعة تقليدية موجود في الإصلاح منظومة التعليم، لأن احنا نشغل واحنا ممكن نعطيه البرامج، نساهمه في البرامج، نساهمه في التكوين، نساهمه في الرسكلت، ونعرفوا ما هي اللي يعني عمل معناها الاعمال للغد، معناها شنو لي ميتي دافنير، شنو الميادين اللي يمكن فيها تخصص، مع كيف لازم تكون عندنا كيف نكون متحضرين. هناك عده قطاعات باش تذوب باش تسد معناها تزال ويجي في مكانها معناها قطاعات اخرى. هذه انا نقولها ضروريه، وكيف لازم الشباب نتاعنا كيف لازم يفكر ماهوش يعني العمل في القطاع العام هو الحل الوحيد. هذه عقلية عند المواطن التونسي، ومن واجب الحكومة كيف تفسر الحكومة اليوم معناها أصبح من الصعب جدا أن توفر مواطن شغل. احنا عندنا أكبر عدد معناها الناس يخدموا في القطاع العام في العالم، فاليوم معناها يلزم تفكير بجدية كيفاش نصلحوا المنظومة وكيفاش نشجعوا ونغيروا العقلية لأن تكون مبادرة خاصة هي جزء مهم من الحد من البطالة في تونس. ما هي أهم التحديات التي يجب على الحكومة التونسية مواجهتها للحد من حالة اليأس التي يعيشها الشاب التونسي الذي يختار أحيانا الهجرة السرية كحل أو الانضمام لربما جماعات إرهابية؟ لا، في هناك حل ثالث، هو
أن تكون عندنا كيف يكون صاحب مبادرة، صاحب مبادرة، لأنه ما شاء الله إحنا هذه حاجة ممكن نفتخر بها في تونس. إحنا عندنا الشباب اللي هم منفتح، شباب عنده إرادة، شباب هو عنده إمكانيات، ممكن لو يكون أكثر الاستماع إليه، الإنصات إليه، الحديث معه، ويكون هذاك فيه فائدة لي ممكن للتقدم، للتغيير، للإصلاح. هذه حاجة يمكن احنا مازالت الحكومة ما عطاتش المعنى، ما استمعتش بصفة يعني للشباب. يلزم كيف كيف نوجهه توجيه من دور الحكومة، من دور احنا كمنظمة أعراف، المجتمع المدني، الإعلام، مع توجيه الشباب، لأن طرق سهلة للكسب ما توصلش، يعني تكون دائما قصيرة المدى. لكن يلزم بالاجتهاد، بالمثابرة، بالعمل، بالتفكير، أنه إنسان لما عنده معناها الإرادة وعنده النية لتحسين معناها ظروف المعيشية يتكون فيها معناها. لأنه هناك عدة أمثلة، أنا اليوم قاعدة ندور يعني في نتنقل في الولايات الجمهورية التونسية، كافة الولايات الجمهورية التونسية، وشفنا استعداد وشفنا مدى الناس عندهم ما شاء الله يعني من الإمكانيات. ممكن إعلاميين يجب أن يكون تقديم لساكسس ستوريز، تقديمه كمثال باش الناس يشوف ثم نجاحات، لأن احنا أخذنا يعني النجاحات ما نتكلمش عليها بصفة كبيرة في تونس. هذا يخلي يعطي شحنة، يعطي أكثر، يقوي أكثر عزائم الشباب. وأنا دائما متفائلة لتونس، دائما هي معناها بكل ظروف اللي مرت بها تونس، الشباب سيكون هو همزة الوصل في البلوغ، معناها غاية التطور وغاية التقدم في تونس. كنا مسؤولين، لكن كنا عنا كيف الإمكانيات باش نبقى مع بعضنا، نجلس مع بعضنا، نتحاور مع بعضنا، نلقاو الحل المناسب للشباب. ما هي أهم التحديات والصعوبات التي يواجهها الشاب التونسي للاستثمار في تونس؟ هو الأول لازم يكون استقرار سياسي كبير، يعني احنا الاستقرار السياسي هو يخلي الناس تأمن ثم رؤية وثم تطبيق برامج، لأن تغيير الحكومات بصفة مستمرة معناها هذاك يذبذب العمل. ثاني حاجة يلزم الإطار القانوني كيف يكون مستمر، يلزم يكون عنا إطار قانوني جذاب، إطار قانوني لمدة طويلة، مهوش ممكن كل يوم نغيره يعني في الجباية ونغيره في المعنى الأداة اللي هي ممكن تنقص من مردودية المؤسسات. كذلك يعني يكون عنا تذليل المصاعب، تذليل المصاعب، لأن يجب تكون الإدارة، تكون الإدارة هي وسيلة لتذليل المصاعب، ما تكونش إدارة وسيلة معناها مزيد من المصاعب ولا مزيد من البيروقراطية اللي تخلي يمكن الشاب مازال جديد مازال طموح يشعر باليأس ويشعر بالبطء ويشعر بمعناها بطول المدة، تخليه يفكر في حاجة أسهل. ممكن لو هذين نوفروا مع بعضنا الناس الكل يسهل، وممكن زاد كيف تفكير في التكوين، لانه الشباب اللي تخرج تو متخرج من المدارس معناها والمعاهد ولا من الجامعات زادت نقصته التكوين، وهذه احنا يلزمنا نكونوا احنا ك معناها نحاول نساعد اصحاب المشاريع أن تكون انفتاحنا على المؤسسات الجامعية، معناها تكون انفتاحنا في تبادل الخبرات، في استماع، في احنا ننتقلوا للجامعات باش نحكيوا على كيف ممكن معناها القيام بمشروع، كيف ممكن معناها نفكر كيش يكون معناها الاستثمار، شنو هي الصعوبات، ونحاولوا احنا نكونوا يعني منتر نساعدهم. هذايا الانفتاح يخلي القرب هذايا من الجامعة يخلي الناس ممكن يشعروا بمعناها مذاق المبادرة الخاصة. في ظل كل هذه المعطيات، كان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعض الاعتراض على قانون ميزانية الدولة الذي يتم مناقشته. ما هي مكامن اعتراضكم على القانون في مشروعه الحالي؟ احنا معناها الفكره الاولى واللي هي دائما معنا احنا قاعدين نناقش عليها، هو لازم يكون قانون ماليه، يكون رؤيه الحكومه، رؤيه الحكومه في المستقبل القريب. ما نحبوش يكون معنا قانون ماليه في هناك مصاريف اللي هي معناها ما نفكروش كيف نقلص المصاريف،
نفكروا كيفاش نجيبوا معناها الموارد لتغطية المصاريف. هذا الإشكال الأول احنا اللي طالبينه، والموارد تأتي معناها نمشيوا للطريق السهلة هي المؤسسات المنظمة اللي نزيدوا في جيبها. احنا قلنا لا، يجب تكون القانون المالية فيه رؤية للحكومة على المدى القصير، في كيف نحطوا معناها على الطاولة ونحكيوا في المؤسسات العمومية علاش اليوم تخسر برشا فلوس، نفكروا كيف علاش اليوم كل ما هو كومبنساسيون معناها المواد الاستهلاكية اليوم إذا تمشي للناس اللي هي معناها يلزمها تكون لها هي الناس معينة مش للناس الكل، الناس اللي عنده إمكانيات يلزموا يدفع السعر الكامل، تقليص معناها العجز في الصناديق الاجتماعية، وهذا كلنا نحكيه فيما بعضنا في معناها ونشوفه كيفية إصلاح الصناديق الاجتماعية وباش تكون على مدى سنين مش في سنة فقط، تنقيس الجباية لأن الجباية كل سنة فيه معناها جباية معينة ممكن تخلي المستثمر معناها مش يشعر بتذبذب، وهذا مش حلو برشا، معناها يلزم المستثمر يحس تم استقرار جبائي. احنا ولينا كل سنة فيه معناها تغيير ولا إزادة في الجباية اللي بيشجعش خاصة المستثمرين الأجانب للجوء إلى تونس. كيف فكرنا معناها مش لازم معناها ما نعيبه كذلك على القانون المالية اللي ما خذوش بعين اعتبار أكثر 54% من اقتصادنا جاي من اقتصاد الموازي، والتجارة الموازية والسوق اللي فيها نتاع التهريب قاعدة تأثر بصفة مباشرة وبصفة جدية على الأسواق معناها المؤسسات المنظمة. اليوم حان الوقت للتفكير كيفاش إدماج الناس يشتغلوا في التجارة الموازية، يكونوا عندهم يدفعوا الأداء متاعهم، يكونوا منظمين، تشجيعهم على شراء وبيع الموارد المواد اللي فيها معناها تدخل بالطريقة الرسمية وتدفع الأداء متاعها وتكون معروفة الأصل، حفاظا على صحة المواطن، حفاظا على المحيط، وحفاظا عليهم هما يكونوا ناس معناها يشتغلوا بصفة قانونية، وفي الآخر هو كيفية الناس هذوما اللي يشتغلوا بصفة غير قانونية إدماجهم بأن تكون عندهم تغطية اجتماعية، يكون عندهم يعني تأمين على المرض، تأمين على كل المخاطر، يكونوا وقتها يؤدوا واجبهم معناها بطريقة تكون تضمن لهم مستقبلهم. ربما في ضمن هذه المعطيات كان لديكم كذلك اعتراض على أو ربما دعوة إلى سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار، لماذا طلبتم بسحب هذه العملة من السوق؟ أي طلبنا احنا وملمنا كنا الوحيدين طلب ذلك. احنا نعرفوا في العالم الكامل لما تكون يعني حتى نشوفوا في بلدان أوروبية اللي في ورقة فئة 500 أورو يعني قليل معناها الاستعمال متاعها، وحتى كي تمشي إنسان يعمل بها مستراحة، يعني إنسان لما يقدم اللي هي يعني 50 دينار الورقة هذه، يعني لو تكون عندك حزمة فيها 10 ورقات ب50 دينار مش كما عندك معناها حزمة فيها 50 ورقة ب10 دينارات، يعني تكون الحزمة أقل ويكون تهريبة أقل. فإحنا طلبنا بش على الأقل تخفيف، لأنه في هو كان الأجدر تغيير العملة في تونس، لكن تغيير العملة ستكلف كثير على ميزانية الدولة. نبدأ بالمراحل، نبدأ بالورقة اللي هي 50 دينار يستعملها أكثر المهربين، فيها تغيير العملة هكاك نجموا نحصل بصفة يعني نسبية تهريب العملة وتبييض العملة. كيف تنظر منظمة الأعراف لمبدأ مكافحة الفساد في تونس، وهي الاستراتيجية التي بدأ في تنفيذها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ أشهر قليلة؟ احنا مع السيد رئيس الحكومة ومع الحكومة في معناها في طريقتها ونظرتها لمعالجة الفساد. كنا أول ما ندينا أن تكون معالجة معناها ومقاومة الفساد، لأن يشجع الناس بيشتغلوا بطريقة شريفة، طريقة منظمة. اليوم العمل اللي قامت به الحكومة عمل جيد، لكن يلزم التواصل فيه، يلزم معناها اللجوء إلى كل منابع اللي هي سبب في الفساد، وهذا باش يكون أولاً مراقبة
الحدود، مراقبة المواد اللي تدخل تونس، معالجة كيف كيف المنظومة والتقليص من البيروقراطية ومن الأوراق ومن هذيك اللي تخلي تزيد في المتداخلين اللي تزيد في الفساد. احنا نحب تونس تكون دائما حتى في التراتيب متاعها يعني العالمية تكون بلد يحلو فيه العيش ويحلو فيه الاستثمار، مع ثم عدلة جبائية، ثم رقابة، ثم دولة قوية، والفاسدين ليس لهم مكان في تونس. هذي حلمنا جميعا بطبيعة الحال بشيخ وقت هذي، لكن احنا نشدوا على ايدي الحكومة باش تزيد تواصل بصفة هذه الفساد، ولا حتى اي شخص هو فوق القانون، معناه يلزم ان يطبق القانون على جميع التونسيين مهما كانت صفاتهم ومهما كانت مكانتهم ومهما كان انتباههم. طيب في نفس هذا السياق، ما هي رؤية منظمة الأعراف لمكافحة الفساد في تونس؟ الطريقة هي قائمين بها يعني هي جيدة، هو تطبيق القانون، هو لو نطبق القانون على الجميع هذيك أحسن معناه وسيلة لمقاومة الفساد، لكن هناك عقلية، هناك توعية، هناك كيف تكون صرامة في تطبيق القانون وجدية في تطبيق القانون وسرعة في تطبيق القانون، وتأكيد كيف توعية المواطنين، اللي كل معناها كل مواطن اللي هو يشارك ولا يساهم راهو باش يخل بالنظام العام وباش يخل بالتوازنات الماليه للدوله. هذه كيف من واجب الحكومه من جبنا الناس الكل والاعلاميين توعيه اكثر فاكثر ان الفساد ليس له مكان في تونس. كذلك وقت نتعداو وتنقلوا معناها الى ان تكون نستعملوا تكنولوجيا لتكوين ولتسهيل يبسط معناها العلاقه البشريه، ساعات هي تزيد تطول في لكن لما تكون تسهيل انسان بيدخل الاداره وفي ولا مش لازم يتنقل دائما الاداره معناها لطلب معناها ولا القيام بها، عنده بالاستعمال الكمبيوتر في طلب معناها لا رخص معناها هذاك يسهل له تقليص من الرخص، يسهل له يولي معناها العلاقه بين المواطن والاداره تكون بسيطه وتنقص. ويمكن حاجه تسهل في هذا هي ان يقع التفكير جديا في التقليص من المعاملات نقدي، هذا اللي صاير في كل بلدان، المعاملات نقدا تزيد اكثر الفساد، فيجب التفكير ان تكون معاملات نقديه يعني لمدى المتوسط معناها لازم تكون معناها ضروريه، هذاك يخلي اكثر وضوح اكثر معناها احسن مقاومه للفساد.